اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيوفي الكابتن وليد وصفي مدير قطاع الناشئين ومدير فني 2003. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك. منورنا الف مليون مبروك. الله يكرمك حبيبي. معايا الكابتن طبعا احمد ياسر عبد العزيز لاعب الفريق وكابتن الفريق واحسن لاعب في سنه ما شاء الله. اهلا اهلا بيك يا كابتن. ازي حضرتك؟ منورنا والف مليون مبروك على لقب الفريق ولقب الخاص بتاعك. اعزائي المشاهدين، يمكن بستاذن ضيوفي، احنا جهزنا تقرير عن الفريق ورحلته، نشوف التقرير وارجع لحضراتكم. شباب كرة الماء بالأهلي يهيمنون على بطولة الجمهورية للعام الثاني على التوالي. لا صوت يعلو على صوت أبناء النادي الأهلي في قطاع السباحة وكرة الماء، وذلك بعدما وصل أبناء قطاع ألعاب الماء في النادي الأهلي تحقيق النتائج المتميزة والتربع على القمة، وهو ما يعكس المجهود الكبير الذي يقدمه جهاز كرة الماء بالقلعة الحمراء، خصوصا في قطاع الناشئين بقيادة الكابتن وليد وصفي. انعكس ذلك بوضوح في تفوق فريق شباب كرة الماء بالقلعة الحمراء مواليد 2003، بعدما تمكنوا من إضافة سطر جديد من سطور المجد الرياضي لقطاع كرة الماء بالقلعة الحمراء، بعدما نجح نسور الأهلي في التحليق عاليا فوق ربوع الجمهورية بالحفاظ على لقب بطولة الجمهورية للعام الثاني على التوالي بالعلامة الكاملة ودون خسارة على مدار مشوار الفريق في البطولة. نجح نجوم القلعة الحمراء أثناء رحلة الدفاع عن لقبهم المفضل بطولة الجمهورية في الحفاظ على سجلهم خالي من الهزائم، والبداية بالتغلب على فريق الصيد والجزيرة، ثم نجح نسور الأهلي في التغلب على هيئة قناة السويس والزمالك والشمس والمعادي وستة أكتوبر، ثم تخطى سموحة قبل التغلب على سبورتينج في المباراة النهائية بنتيجة 5-4، لينجح نسور الأهلي في التتويج باللقب للعام الثاني على التوالي، ليرسخ شباب كرة الماء بالنادي الأهلي حقيقة أن البطولة والمركز الأول هو العنوان الأبرز للنادي الأهلي في مختلف الألعاب وخاصة كرة الماء، في إنجاز لا يقوى على تحقيقه إلا أبناء القلعة الحمراء وكتيبة العمل الفني والإداري التي لا تكل ولا تمل في الاجتهاد من أجل الحفاظ على ريادة الأهلي في كرة الماء تحت قيادة وائل عزت مدير جهاز ألعاب الماء ونائبه محمد فاضل ومدير الجهاز محمود حسن ومدحت فرج مساعد مدير الجهاز وليد عزت مدير فني وليد وصفي مدير قطاع الناشئين باسم زنهم مدرب حراس مرمى سامح العشري إداري خالد بن عيسى محلل أداء أحمد سمير علاج طبيعي وطبيب الفريق الحسن محمد. الإنجازات التي لا تتوقف لأبطال كرة الماء بالنادي بمختلف فروعها وأبطالها عبر كافة المراحل السنية يعكس مدى اهتمام مجلس إدارة القلعة الحمراء بالقطاع وتوفير كافة السبل لمواصلة تربعه على القمة ورفع راية النادي الأهلي عالية في مختلف المنافسات المحلية والإقليمية والدولية. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني انا عايز اقول لكم ان انا بكون اسعد واحد الحقيقه، لان برنامجي دايما فيه الابطال ودايما فيه بطولات وقصص نجاح. كابتن وليد، يمكن قصه نجاح كبيره سنتين ما شاء الله، يعني حققت ده ازاي؟ فكرت ازاي؟ كنت عارف ان هتعمل كده في سنتين ولا الموضوع ده جه بالنسبه لك فجاه؟ والله لا طبعا، احنا دارسين الموضوع، لان هي فرقه اصلا يعني مستقبل النادي الاهلي فرقه 2003 ومعهم طبعا 2-1. تمينا بالمجموعة اللي موجودة في 2003 واشتغلنا عليهم وربنا كرمنا. يمكن البطولة اللي فاتت الناس اتكلمت ان هي ضربة حظ، يعني هي جات معانا كده. فالسنة دي بقى كان ضغط علينا جامد جدا، غير ولا خسارة يا كابتن. لا الحمد لله. يعني بس لا اصل الناس فاكرة البطولة دي، لا انت يعني ابطال من نوع معين، ده ولا خسارة سواء السنة اللي فاتت والسنة دي. والسنة اللي فاتت كمان كأس مصر خدناه. الحمد لله. يعني حاجة تشرف. فلا هما الولاد كمان يعني خامة طيبة وبتديهم ما بيقولوش لا بصراحة. طيب. يعني خليني اجي معاك، ان انت بتلعب على بطولة وعايز تلعب بطولة، جت كورونا كله قاعد في بيته، عملت ايه؟ لا اشتغلنا بقى على الفيزيكال فيتنس بقى، شغالين ارضي كتير معاهم.
كنا بنديهم ببعت لهم على طول تمارين ارضي يشتغلوا، خليهم يجروا حوالين البيت. اشتغلنا على الموضوع ده جامد جدا يعني. ويمكن اول ما ابتدينا رجع الكورونا بقى، يعني مش عايز اقول لك بقى خليت حوليل. ده حقيقي صحيح. واحمد كان كنت بتلتزم بالكلام اللي بيجي لك في الفيديوهات؟ لا احمد ولا اكيد التزمت، لان طبعا انت راجل واحد احسن. لا مجموعه بقول لحضرتك ملتزمه جدا، باين على احمد الالتزام يعني. وولاد واغلبهم كمان الولاد تالنت يعني موهوبين، فما شاء الله اللي بتديه لهم اللي بتديه لهم بيستوعبوه ان شاء الله، فبتلاقي نتيجه بسرعه ما شاء الله. طب احمد يعني خد احسن لاعب صحيح يا احمد؟ طب قول لي قصته ايه يعني، يعني انت خدت السنه فاتت هل نفس الكاس ولا السنه دي بس؟ لا لا ما خدتش السنه فاتت، بس انت كنت حاسس ان انت رايح يعني كنت بشتغل ويعني واثق ان شاء الله ناخد حاجه زي دي، وكان نفسي ان انا احقق حاجه زي دي مع البطوله طبعا. هو الميزه في احمد ان هو شخصيه في الملعب، ودي يعني نادره في المدير الفني ورئيس القطاع حقيقي بيشدي. يعني فده دي حاجه كويسه في احمد، دي ميزه فيه ان هو بيقود الفرقه بصراحه ما شاء الله. ليه شخصية. يعني حتى شخصيه ليه شخصيه، بيقود في الملعب في وقت الازمات، بلاقيه في ظهري بيساعد زمايله، بيكلم زمايله، بيحمسهم، فيعني بصراحه قائد لمجموعه 2003. وانت انت يعني قاصد ده ابو حميد ولا ده يعني تربيتك كده؟ اصل خلي بالك اللي بيبقى عنده شخصيه البطل ده تبقى طالعه من تربيته، فانت قاصد ده ولا هل دي تعليمات من المدير الفني ولا ده بطبيعتك انت كده؟ لا طبعا تعليمات من كابتن وليد، وبرضه طبيعه عشان يا راجل ما تقولش يا راجل مش عشان لا بقى يعني ماشي هعديها لك يعني. لا هو بص يعني هو فعلا احنا عندنا يمكن في كره الميه المدربين دايما، احنا لما بنركز على المدربين بيبقى هو الواجهه اللي بينعكس صحيح. عليها الولد، الولد بيشوفك ايه وضعك او قدوته. احنا بنموت يعني صحيح. يعني انا كمدرب لما بقف على حمام السباحه هو بيحس يعني، هو يشوف يعني مش عايز اقول لك بنموت على حمام السباحه عليهم، بنموت عليهم، بنقاتل عليهم والكلام وكل ده طبعا يعني. فهو بصراحه هم بيشربوا، هو ده فعلا يعني السمات دي موجوده في احمد يمكن من نشاته، من ساعه ما طلع ما شاء الله. وهو بيبص على المدربين، يبص على الدنيا، يبص على الفيرست تيم عندنا برضو في مجموعه محترمه جدا. طب احمد انت ابن النادي صح؟ نشاتك في النادي وخدت كل الاعمار السنيه مع النادي. كنت اغلب ووتر بولو بيكونوا سباحه وبعد كده يقلبوا ووتر بولو، انت كنت كده ولا من الاول ووتر بولو؟ لا انا كنت في الاول كنت عايز ادخل سباحه، وبعدين اختي قالت لي في حاجه اسمها ووتر بولو فدخلت وجربت، وبعدين بقى واحده على واحده. لا ده احنا نيجي نتكلم بقى معاك ونعرف التفاصيل اكتر، بس اعزائي المشاهدين لازم نطلع فاصل ونرجع تاني ونشوف قصه الابطال ابطال الووتر بولو، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وللمره الثانيه برحب بضيوفي الكابتن وليد وصفي مدير قطاع الناشئين لووتر بولو او كره الماء، وايضا مدير فني فريق 2003، وبرحب باحمد طبعا عبد الله، احمد ياسر عبد العزيز كابتن الفريق واحسن لاعب في مصر في سنه. كابتن يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل على ان احنا واثناء الفاصل كنا بنتكلم على ان احنا في النادي الاهلي ده النادي الاهلي ده بيدينا بوش جامد جدا والله. يعني لسه كنا بنتكلم يعني انا بزرع في الولاد اللي هم انت في نعمه النادي الاهلي دي نعمه ربنا كرمك بيها، الناس بتتمنى تمشي بس تحك جنب السور عشان يقول لك انا جيت جنب النادي او لمست النادي الاهلي، فدي لازم بسها جواهم وبحسسهم بالقيمه اللي هو فيها، لازم يحس بقيمه النادي الاهلي. والميزه في النادي الاهلي ان هو دايما بطل، فالولد احنا من صغره انت لازم تكسب يعني، يعني ما انا دي بقى انا دي فيها يعني فش هزار سائل قوي في الموضوع. ويمكن حتى هم عارفين يعني لما بنيجي بنزل العب معاهم لغايه دلوقتي بلعب لازم اكسب ما بحبش يخسر خالص يعني. انت بتنزل تقوم معاهم كابتن بنزل العب معاهم وادغدغ فيهم يا باشا، من الكلور شويه انت النهارده لاعب فانا بدغدغهم بنقعد بقى فدي بتزرع فيهم طالع مدربي مش عايز يخسر يبقى انا مش هخسر بقى هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي ده اللي مزرعه في قلوبهم وفي دماغهم وفي عقلهم، يبقى صاحي نايم انا بطل، انا ليا قيمه، انا بلعب باسم النادي الاهلي حاجه كبيره جدا. صحيح لازم تقدر ده يعني صحيح. انا بكلم الولاد ما ينفعش يا ابني تقعد تتخانق مع اي حد او تروح في المدرسه تهزر مع واحد يروح خبطك ولا عم، لا انت قيمه حافظ على نفسك، هو مش لازمه، هي ربنا انعم عليك بنعمه النادي الاهلي لازم تحافظ عليها وتقدر ده. فهو بصراحة الولاد أو الجيل بتاع 2003 ده يمكن موجودة فيهم كويس جدا، بيحافظ على نفسه، هو بقى يحكي بقى هو إيه بيوفق إزاي وبيعمل إزاي. أنا عايز أعرف منك برضو بعد إذنك كابتن، يعني يمكن أحمد أنت الشباب كتير بيشوفونا دلوقتي، الأزمة الكبيرة هي الدراسة واللعب، بتعمل إيه؟ والله بحاول أوفق ما بين الاتنين طبعا. لازم إزاي يعني؟ قول لي يومك كده إزاي؟
يعني اصحى افطر وكده، وبحاول اذاكر مثلا شويه عشان التمرين بيبقى بالليل، وارجع دروس ثانويه عامه برضه دلوقتي، فبحاول اوفق يعني ان شاء الله. طب وهو يعني في اوقات كان الكابتن بعد كورونا مرنكوا صبح وبعد الظهر، يمكن كانت الدراسه ما رجعتش. أيوة. ولكن لو في الدراسه عندك تمرين صبح بعد الظهر اكيد بتحاول تعوض اللي يفوتك في المدرسه، بتعمل ايه يعني؟ اشرح للناس بالتفصيل. ايام الاجازه بقى ممكن نذاكر مثلا لو في دروس. بتخرجش. لا بصراحه يعني لا انا وقتي الفاضي بضيعه في اللعب. انا بس انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان في ناس بتفرج علينا، خلي بالك انت قدوه لمجموعه كبيره من الشباب، انه لازم بدل ما اضيع وقتي طب ما اضيعه في حاجه مفيده. طب خلينا ارجع لفنيات اللعبه، الامور انت مركزك ايه يا محمد؟ وينج وهاف. وينج وهاف. طيب يعني حصولك على احسن لاعب ده كان يعني المركز ده في العادي في الووتر بولو، عشان برضو السادة المشاهدين، المركز ده هل زي صانع العاب مثلا، هل زي لعيب سريع؟ مواصفاتك ايه؟ الوينج سريع مثلا، والهاف هو اللي بيشوت ويخلص وكده يعني. انت جمعت بالاثنين. يعني صانع العاب فعلا. هي قصه كلها زي ما بقول لحضرتك كده، هو شخصيه وصاحب قرار في الملعب ما شاء الله. فهو دايما الفنيين لما بيجوا بيختاروا بيشوفوا بيبصوا في 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 مهارة اللاعب وحضور اللاعب وتغييره لسير المباراة. صحيح. فهو أحمد ده كان متميز فيها في أوقات يعني بيطلع لي بحاجات كده بلاقي الدنيا اتشقلبت في الملعب. صحيح. فده يمكن دي مميزاته بصراحة يعني. طب قول يا كابتن، بالنسبة للاعبين يعني أنت عندك قوام الفرقة كم لاعب؟ اللي في الملعب 6 وجون، والقوام 15 لاعب. الماتش 15. 15 بيتسجلوا. هل الفريق ده في الماتش، انا بتكلم في القايمه كلها عندك اللي بيسجلوا في الاتحاد 15؟ 33 لاعب. وعشان كده انا بقول ليه، انا بسال، انا عارف الارقام بس عايز الناس او الساده المشاهدين يبقوا عارفين. 33 لاعب اختار منهم 15 عشان يلعب منهم 6. يعني انا عايز اقول ليه بقول الارقام دي، عشان الصفوه واللي بيموت نفسه في التمرين واللي بيلاقي. صح ولا انا غلطان؟ دي حقيقه. الرياضه يعني دي الرياضه، هتتعب هتلاقي يعني، هو فعلا من جد وجد، هتتعب وهتشتغل ربنا هيرضيك وهتاخد. صحيح. طب وانت في اختياراتك في اللعيبه بتختار على اساس ايه يا كابتن؟ يعني انت عندك 30 لعيب، ده رقم كبير. او حاجه و30 لعيب عشان تختار منهم 15، برضو عندك مشكله برضو اكيد يعني. طبعا ما يعني بوصل في مرحله، وطبعا احنا عندنا خلال الموسم بحاول اللي بيجتهد، انا عندي نمره واحد الالتزام، يعني الالتزام ده عندي مفروغ منه. هو ده ده لازم انت ملتزم، لازم غصب عني هرضيك، هبص عليك، هجيب عليك كده الناحيه الفنيه. هتنزل بقى الناحيه الفنيه طبعا، دي بقى اللي هي الماتشات الكريتيكال دي ما فيهاش بقى هزار. فطبعا بختار طبعا اللي جاهز بدنيا ونفسيا وكل حاجه بقى، يعني ببتدي اشوف اللاعب اللي هيقدر يديني في ماتش فاينل، ان هو طبعا بيبقى ضغوط جامد عليه وهو لسه 17 سنه جامد جدا جدا جدا. طب خلينا يا كابتن، انا هتكلم مع حضرتك طبعا عن نتائج الفرق الثانيه وفي الناشئين، وهتكلم مع حضرتك عن الدرجه الاولى والاداء الكويس اللي ادوه. خلينا نروح لفاصل وارجع لك ثاني يا كابتن. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونرجع مع طبعا ابطال كره الماء عشان نبقى عارفين اللي دار في قطاع الناشئين ايه واللي دار في الدرجه الاولى خلال الموسم ايه. هطلع لفاصل وارجع لحضرتك تاني. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن وليد، يمكن قطاع الناشئين عندنا ثلاث فرق صحيح، اللي هم 2003 و2001 و2005 صح؟ احنا عندنا من اول يعني الموسم ده من اول 2006 لغايه 2001. حلو جدا. عملنا ايه نتائجنا؟ نتائجنا 2001 الحمد لله خدنا تاني، يمكن يعني كنا اقرب جدا للفوز في البطوله دي. يعني حاجه كان في سوء حظ يعني انا حاسس انها مشكله نفسيه شويه مع فرقه 2001. اللي خد البطوله هليوبلس. هليوبلس. تمام. يعني عايز اقول لك ان احنا داخلين فرق جون و2003 فوزنا الحمد لله، 2002 فوزنا برضو، 2002 ممتاز فوزنا. الاعمار السنيه ماشيه سنه بسنه، 2002 2003 4 5. خدنا تاني برضو، كنا قريبين جدا. السنه دي انا يعني السنه دي انا متوقع ان شاء الله باذن الله 1 2 3 4 دول باذن الله بطوله ان شاء الله السنه اللي احنا داخلين عليها دي. ان شاء الله الموسم الجاي ده هنبدا باذنك يا رب 1 2 3 4 ان شاء الله في النادي الاهلي. بالتالي برضو يعني صادفنا سوء حظ في الفريق الاول، برضو خسرنا من الجزيره 2-1 في البلاي اوفس ضربات جزاء. يعني بتهيألي برضو يعني الووتر بولو احنا بنشيد بيكم ليه؟ لان انتوا جيتوا من بعيد ودلوقتي ما شاء الله احنا داخلين على منصات التتويج بكل اريحيه. ده حقيقي في قطاع الناشئين بالذات. يعني قطاع الناشئين دايما كان هليوبلس متربعه على عرشه، ما كانش حد بياخد منها بطوله بصراحه. لا دلوقتي الحمد لله بنخش وقلق، ويعني يمكن حتى البطوله اللي هم بيكسبوها بطلوع الروح.
لا زمان كان الدنيا كانت سهله يعني بالنسبه لهم. قطاع الناشئين ده عندهم كان راكب في كل حاجه. لا دلوقتي الحمد لله يعني انا يمكن من مكاني ده بشيد بقى بدور الكابتن وليد عزه طبعا مدرب العام، يعني مش عايز اقول ايده بايدي يعني. انا شايفينه في الصور معاكم. لا يعني بصراحه في ظهري وسند وفنيا الله اكبر عليه. انا رايي نمره واحد في مصر ما شاء الله، فهو وجوده معايا في القطاع يعني هو المفروض مع الفيرست تيم. لا ده نزل في الفتره اللي فاتت دي معايا في القطاع نفسه واشتغل معايا. وانا بقول لك يعني فعلا ايده بايدي، ويمكن عملنا زي ما بيقولوا كده يعني جهاز في قطاع الناشئين متفاهم جدا. انا وليد عشت عمري يعني ما طبعا خلي بالك النتائج دي اهلي ومنتخب النتائج دي مش هتيجي كده من الفراغ يعني. احنا النتائج دي اكيد جت تخطيط وجت شغل يعني. برضو اجي لك يا ابو حميد، يمكن اكيد انت ليك مثل اعلى كمين. كابتن وليد وصفي طبعا. مش عشان قاعد بص يا ابني انت كده ما شاء الله عليك طريقك سالك ساسي يا ابني باذن الله. انت طريقك سالك كده وان شاء الله. طيب مين بعد كابتن وليد؟ كابتن وليد عز برضو. انت حضرته وهو بيلعب كده ولا يعني في الاخر شفته وهو بيلعب؟ طيب قول لي يعني، هل بتفكر مثلا تطلع جامعه بره؟ لان انا اعرف الوتر بولو ممكن يطلع جامعه، بتفكر في ده ولا ده مش وارد؟ هو طبعا نفسي لو جت الفرصه هدوس فيها ان شاء الله. عندكم بطولات مع المنتخبات يا ابو حميد جايه يعني؟ عندكم افريقيا، عندكم في كاس عالم بس 2001 تقريبا. دول اللي هم اكبر منكم. الاكبر بسنتين. ده كاس عالم احنا بتاهلنا له ولا هو كان يعني نتيجه بطوله افريقيا تاهل؟ طب وانتم مالكوش اشتراكات على مستواكم افريقيا؟ لا 2003 من سنه او من سنتين لعبنا بطوله افريقيا هنا في مصر وكسبنا 2003. طلعتوا كاس عالم ولا ما كانتش مؤهله؟ لا ما كانتش مؤهله، كانت هنا عادي. فاخذنا اول و2003. طب هل عندكم لعيبه برضو يا ابو حميد راحوا جامعات؟ هل في لعيبه انت اكبر منك بسن قريب قريبين من سنك راحوا جامعات ولا احترفوا بره ولا ده؟ في ناس في الكبار راحوا. واحد من الجزيره اسمه بركات دلوقتي بره ما شاء الله عليه جامعه وعامل مستوى كويس. ما شاء الله. طب إيه انت يعني برضو خلينا نقول ان انت اكيد بتروح ماتشات الدرجه الاولى واكيد بتتفرج على اللاعبين وبتاع، مين في الدرجه الاولى برضو شايفه مثلك الاعلى؟ في كابتن كريم جمال ده بحب نفس مركزك. ده فرق السن كبير بينكم وبين بعض. كام سنه تقريبا؟ 10 اكتر. لا هو 93 وانت 2003. يعني 10 سنين. انا بقول ايه ممكن يلحقوا يعني. لا بس هو يعني الاجيال دي مش زينا كابتن هيثم يعني. احنا كنا من 15 سنه بندوس. هتلاقي بنحضر يعني. انا حضرت اجيال اكبر مني ب 15 سنه وحضرت لعبت وبتاع. طب كابتن يعني احنا طبعا عايزين الوقت يطول، ولكن يعني وقت البرنامج ازف، سريعا طموحاتك ايه؟ والله طموحاتي ان نواه المجموعه اللي موجوده اللي هي 2001 و2 و3 يبقى هم دول نواه الفيرست تيم. تستمر ويبقى هم نواه الفيرست تيم، لان هو ده هيبقى الجيل. لان انا يعتبر بطل 2001 و2002 و2003 ان شاء الله. دول لو حافظنا عليهم ان شاء الله يبقى هم دول يكسبوا. شغلك ايه بعد الجوله؟ طموحاتك سريعا يا ابو حميد. نكسب 2001 ان شاء الله و2002 و2003 واطلع كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله يا ابو حميد ربنا يحقق لك. طبعا احمد ياسر عبد العزيز لاعب الفريق 2003 بشكرك، نورتينا وشرفتينا واتمنى لك كل التوفيق. كابتن وليد وصفي رئيس قطاع الناشئين او مدير قطاع الناشئين ومدير فني 2003 بشكرك، نورتنا وشرفتنا. احنا بنشرف بيك دايما يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن، ده انت منور البلد. مثل وقدوة العمر. ربنا يخليك يا كابتن، متشكر والف مليون مبروك. اعزائي المشاهدين، هكذا انتهت قصه الوتر بولو سريعا، ولكن ان شاء الله تابعونا باذن الله الحلقه القادمه هيكون معنا قصه جديده وبطل جديد، والحلقه الجديده احنا مجهزين لكم ان شاء الله مفاجاه. تابعونا في الحلقه القادمه من الابطال. شكرا جزيلا والى الحلقه القادمه باذن الله.